شوف، هو في الزيارة الأخيرة نتاع الرئيس الاتحاد الدولي وقف على يعني لنوعية الملاعب اليوم موجودة. الملعب تاع براقي براتيكمون راك متبعته خلاص، انا يعني في اللمسات الأخيرة يعني جاهز، نقدر نقول جاهز. في قسمتينا لا فان دي موا ديبي دوت يكون يعني يتم تسليمه ثاني جاهز. عندنا باء ربما لا فان دي موا دوت بتاتر لا مي سبتمبر ايضا يكون جاهز، يعني جاهز. حبيت نقول باللي كل ما هو منشآت يبقى زيد لها ان موا ولا دو اللي خاص بلا بيلوز، يعني باش تكون لا بيلوز براتيكابل، بالاضافه بيان سور التجهيزات اللي راهي موجوده في الجهه الغربيه في وهران ولا في معسكر. حنا نو سون بري وهذا الامر هذا يعني حتى في اللقاء اللي كان مع ما بين السيد رئيس الجمهوريه والرئيس الاتحاد الدولي، واللي عبر له باللي الجزائر هي تبقى يعني داعمه للاتحاد الافريقي، وفي امكانها يعني احتضان اي تظاهره رياضيه من اي مستوى كان. هذا هو حول 2015 هل كان هناك حديث عن امكانيه؟ اولا الحديث سابق لاوانه، وحنا الان جاهزين. حبيتوا 24، حبيتوا 25، اوني بري. هذا هو.